موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. لقي عنصران من كتيبة حماية جهاز النهر الصناعي بموقع تزربو مصرعهما إثر هجوم مجموعة مسلحة مجهولة على الموقع. ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على فيسبوك السبت، فإن المجموعة المسلحة اختطفت فردين من كتيبة حماية النهر ونهبت جميع السيارات والتموين بالموقع. ألقت ميليشيات الكرامة القبض على مدير مكتب دار الإفتاء بدرنا الشيخ وليد عفان بالمدينة واقتادته إلى سجن غرنادة بشاحات. وأفاد مصدر محلي من المدينة أن ميليشيات الكرامة داهمت منزل موظف مكتب الإفتاء الشيخ بالقاسم بن عروس واعتدت عليه بالضرب أمام عائلته. وكانت ميليشيات الكرامة ألقت القبض في وقت سابق على 9 مشايخ بين أئمة ومحفظين للقرآن الكريم بدرنا. أعلن تجمع نواب برقة بمجلس النواب عن مبادرة بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية. وجاء في بيان صادر عن التجمع تحصلت النبع على نسخة منه عدة مقترحات أهمها تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة وطنية موحدة بمجلس إدارة جديد بحيث يكون مقرها ببنغازي، إضافة إلى اعتماد تعيين الشكري محافظا للمركز وتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب. أعلن وزير الداخلية المفوض بالحكومة المقترحة محمد سيالة تفعيل اتفاقية الصداقة الموقعة بين إيطاليا وليبيا عام 2008. كلام سيالة جاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإيطالية إنزو ميلانيزي في العاصمة طرابلس، حيث أكد الوزير الإيطالي رفض بلاده تسليم المواني النفطية إلى كيانات موازية غير معترف بها. هذا وكان الوزير الإيطالي التقى رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج وناقش معه تفعيل برامج المنح الدراسية للطلبة الليبيين وتسهيل تأشيرات السفر واستئناف الخطوط الجوية الإيطالية عملها من ليبيا وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.